تألق أعداؤه وأعداءات مملكة البحرين في البطولة العربية 25 لاختراق الضاحية، والتي اختتمت يوم أمس باستاد القاهرة بجمهورية مصر العربية، بعد أن حصدت البحرين المراكز المتقدمة. نعم، وسجلت المملكة حضورا بارزا ومشرفا في الاستحقاق العربي، وتسيدت منصة التتويج بجدارة واستحقاق بعد أن بلغ الحصاد البحريني 5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات. وتصدرت البحرين سباق العموم للرجال لمسافة 10 كيلومتر بعد أن حقق عداؤه المملكة المراكز الأربعة الأولى، حاصدين الميدالية الذهبية برصيد 10 نقاط. إلى ذلك سيطر عداؤه البحرين على منافسات سباق فرد الشباب لمسافة 8 كيلومترات، بعدما فاز العداء عبد الغني محمد حميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية. سيطرت عداءات البحرين على منافسات السيدات لمسافة 10 كيلومترات بشكل لافت، حيث حصلنا المراكز الثلاث الأولى.